متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. تعد الصين أكبر سوق لسيارات بورش في العالم، حيث إن مبيعاتها الإجمالية خلال عام 2020 وصلت إلى 272,162 سيارة، منها 88,968 سيارة في الصين و 80,892 سيارة في أوروبا، بينما باعت في أمريكا 57,294 سيارة. وصحيح أن العلامات الفاخرة مثل أودي ومرسيدس وبي ام دبليو قرروا صنع سياراتهم في الصين للاستفادة من الإقبال المحلي على شراء السيارات الفاخرة، إلا أن أوليفر بلوم مدير بورش التنفيذي لديه رأي آخر حيال ذلك، حيث أوضح أن شركته غير مهتمة بتصنيع سياراتها في الصين، وذلك نظراً لأن التوفير في تكاليف الإنتاج والعمالة لا يبرر فقدان بورش لصورة صنع في ألمانيا التي تعرف بها وسط العملاء الصينيين أنفسهم، وربما يتغير ذلك بعد 10 سنوات، لكن لا يوجد سبب منطقي حالياً. ما رأيك في قرار بورش بعدم تصنيع سياراتها في الصين؟ شاركنا بالتعليق.